تم إحباط محاولة لتهريب مادة الشيرة تقدر بحوالي 9 أطنان. هذه الشيرة كانت مخبأة داخل منتوج البطيخ وموجهة للتصدير نحو فرنسا، وعلى إثر هذه العملية تم إيقاف مواطن أجنبي جنسية وتم تسليمه إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لإتمام البحث تحت إشراف النيابة العامة. كمية مهمة من مخدر الشيرة كانت عبر شاحنة إسبانية يقودها سائق إسباني، وذلك بعد عملية الفحص بجهاز الفحص بالصدى أي سكانير، الذي تبين من خلاله شكوك حول سلع مشبوهة. إثر ذلك ارتأينا أن نتجه إلى عملية البحث اليدوية التي أسفرت عن حجز كمية تقارب 9 أطنان. السلع كانت على شكلة فواكه البطيخ يعني سويلة،